الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. الكويت تحسم المواجهة الخليجية مع السعودية بعد فوزها بهدفين لهدف ضمن المجموعة الثانية لبطولات غرب آسيا في مدينة أربيل. الكويت قلبت الطاولة على السعودية التي افتتحت التسجيل عبر ربيع سفياني. عدل الأزرق عبر حسين موسوي من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تمكن فيصل عجب من ترجمة تفوق الكويتيين إلى هدف الفوز، وأكمل الكويتي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد رضا عبد الله لنيله إنذارا ثانيا. كرة بيلا وسط الشريدة، عجب عجب عجب، الله الله، ذكرنا بجاسم، هاي كرات جاسم يعقوب. غماز أدى إلى خطأ وهنا كرة تلعب. وفي المجموعة نفسها نجحت البحرين في تحقيق فوز صعب على الأردن بهدف، ويدين المنتخب البحريني بفوزه إلى المخضرم إسماعيل عبد اللطيف الذي أحرز الهدف الوحيد في الشوط الثاني. وأظهر المنتخبان تصميما على تحقيق الفوز، ولا سيما الأردن الذي سيطر على أغلب مجريات المباراة، لكن هدف عبد اللطيف قضى على أمال النشامة في تحقيق فوزهم بل فوزهم الأول في البطولة. فرصة التسديد يتلاعب بطارق، وهنا الكرة وفرصة ومحاولة وطارق. النسخة 54 من كأس جوان غامبر برشلونية مرة جديدة. البلاوغرانا خطف لقب رئيسها الأسبق من ضيف أرسنال الإنجليزي بصعوبة بهدفين لواحد. المهاجم الجابوني بيير أميريك أوباميانغ وضع المدفعجية في المقدمة في الشوط الأول. منتصف الشوط الثاني استعاد الكتالونيون زمام المبادرة عبر هدف عكسي من مايتلاند نيلس وهدف قاتل لسواريز. ومن المقرر أن يخوض برشلونة وديتين أمام نابولي في السابع والعاشر من الشهر الجاري. وبالحديث عن برشلونة، فقد قدم مدافعه الجديد جونيور فيربو إلى الإعلام بعد تجاوزه الفحص الطبي منتقلا من ريال بيتيس. وبحسب تقارير محلية فقد بلغت قيمة صفقة فيربو 30 مليون يورو. فيربو المتواجد مع المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا للشباب قبل شهرين بات خامس صفقات برشلونة هذا الصيف بعد أنتوان غريزمان وفرانكي دي يونغ وأنيتو وأمرسون. التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار مستبعد في الوقت الحالي. نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر ينفي إمكانية حضور لاعب باريس سان جيرمان إلى كامب نو مجددا من دون أن يغلق بل يغلق الباب كليا أمام حدوث تغييرات قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في 2 أيلول سبتمبر المقبل. كاردونر اعتبر أن المشكلة عالقة بين اللاعب وناديه الفرنسي، وأكد أن فريقه لم يفاوض PSG. أحرز مانشستر سيتي لقب درع المجتمع الخيري الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بطل أوروبا بركلات ترجيح. السيتيزن بطل البريمير ليج افتتح التسجيل عبر رحيم ستيرلينج، وقبل 12 دقيقة على النهاية أدرك الريدز التعادل برأسية جويل ماتيب. الفريقان ذهبا مباشرة إلى ركلات الترجيح بحسب نظام البطولة، وسجل السيتي ركلات الترجيح الخمس بنجاح، بينما أهدر جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول. كان لافتا في المباراة غياب النجم الجزائري رياض محرز عن تشكيلة سيتيزنز بقرار من المدرب بيب غوارديولا الذي كان متخوفا من سقوط نجم محاربي الصحراء في فخ فحص المنشطات بسبب دواء تناوله في الجزائر. رياض تناول دواء ما بقدر قليل، لكننا لا نعلم ما تناوله، وبالتالي خضوعه لفحص منشطات فيه مخاطرة. الأطباء لا يعلمون ما هو الدواء، ولهذا السبب لم يلعب. آمل أن يكون محرز على ما يرام عندما نحل ضيوفا على ويستهام يونايتد السبت المقبل في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. انتر ميلان بطلا للكأس الدولية للأبطال على حساب مضيفه توتنهام الإنجليزي. ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الإيطالي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف. النتيجة هي نفسها التي حققها انتر خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد. البرازيلي لوكاس نورا كان افتتح التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، وعادل لاعب وسط نيراتزوري ستيفانو سينسي في الدقيقة 36. رسميا هاري ماغواير أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 80 ألف جنيه استرليني.
ماذا قال ابن 26 عاما في أول تصريح له بقميص الشياطين الحمر بعد توقيعه عقدا رسميا لست سنوات؟ فخور بانضمامي إلى ناد عريق كهذا، لطالما تبعته بشغف منذ صغري. أجواءه استثنائية في الملعب، خضت الكثير من التحديات خلال فترة مراهقتي وصولا إلى فئة الرجال لأكون في هذا المستوى الذي أنا عليه اليوم. مهمتي في يونايتد تقليص الأهداف عن مرمانا والظهور البدني بشكل لائق دائما. أطوق شوقا لبدء مسيرتي مع الشياطين الحمر. إلى أمريكا مع دوري MLS، حيث تحولت مباراة فيلادلفيا يونيون ودي سي يونايتد إلى منبر لمناشدة الكونغرس ضبط السلاح الداخلي المتفلت. المباراة المنتهية لفيلادلفيا بخمسة أهداف لهدف استغلها أليخاندرو بيدويا عبر الميكروفون الداخلي لمناشدة الأعضاء الكونغرس فعل أي شيء. ردة فعل بيدويا عقبت الحلقة الجديدة من مسلسل الإجرام المتنقل في أمريكا وآخر حلقاته حادثتا أوريغون أوهايو وتكساس. نبقى في أمريكا مع التنس، حيث توج الأسترالي نيك كيريوس بلقب بطولة السيتي المفتوحة الأسترالية المشاغب، تغلب بصعوبة في النهائي على الروسي دانيال ميدفيديف في واشنطن. كيريوس عانى كثيرا في اللقاء من إصابته في الظهر، لكن ذلك لم يحل دون إنهائه اللقاء بمجموعتين بواقع 7-6 و7-6، ويعد هذا اللقب الثاني لكيريوس هذا العام. بدورها توجت الصينية زينغ ساي ساي بلقب بطولة سيليكون فالي الكلاسيكية على الأراضي الأمريكية أيضا. تتويج ساي ساي جاء بعد تغلبها في النهائي على البيلاروسية رينا سابالينكا بمجموعتين ليلا شيء بواقع 6-3 و7-6. Our champion, ladies and gentlemen, your 2019 Mubadala Silicon Valley Classic Women's Singles Champion, Zheng Saisai. في عالم الفورمولا 1، بطل العالم البريطاني لويس هاملتون يقتنص الفوز بسباق جائزة المجر الكبرى من الهولندي ماكس فيرستابن. استراتيجية مرسيدس الناجحة على حلبة هنغارو رينج منحت الفوز مجددا لمحتكر الصدارة على حساب سائقي ريد بول. فوز هو الثاني هذا العام للبريطاني وال81 في مسيرته ليعزز صدارته لترتيب البطولة. بطل العالم 5 مرات تقدم على فيرستابن وفيتال وشارل لوكلير. إلى ألعاب طوكيو الأولمبية الصيفية 2020، تأهلت سيدات إيطاليا في الكرة الطائرة. سيدات الأتزوري ضمنت التأهل بعد الفوز على منتخب سيدات هولندا بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن تصفيات المجموعة السادسة في مدينة كاتانيا الإيطالية. بدورهن تأهلت سيدات صربيا إلى طوكيو بالفوز على بولندا في وارسو بثلاثة أشواط لواحد. بطلة العالم يطمحن لتعويض فضية ألعاب ريو 2016 بذهبية في العاصمة اليابانية العام المقبل. خبرنا الأخير عن دي جي كوبر الذي حاول الهروب من فحص المنشطات فتبين أنه حامل. موقع يورو هوبس كشف أن كوبر أراد تجنب الفحص قبل الانضمام إلى منتخب البوسنة، فاستعان بعينة بول من صديقته ليتفاجأ بحملها. الحادثة وقعت قبل نحو عام، لكن الاتحاد الدولي لكرة السلة أصدر عقوبته اليوم بالتوقيف لعامين بتهمة الاحتيال. كوبر الذي ادعى أنه في فترة عطلة لأسباب عائلية، سبق له اللعب لأندية باوك وآيك وباناثينايكوس في اليونان وموناكو في فرنسا. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة. للمزيد الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.